ها باش تنقيو سنانكم. عمري ما قلت لشي واحد ولكن انت تستاهليه. سمعت المغربي. لا تاخذي الصحراء المغربيه، مغربيه وموتي بالسم، تموتي بالسم، تبقاي تكردي 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 حتى تموتي تما كاينه، وبقاي هنا تنبحي بحال الكلبه. عا الكلاب اللي كيبقاو يتنابحوا، الكلب النباح اختي راه ما كيعطش، وحنا اختي راه ما كنغوتوش، حنايا كننفذوا، حنايا عندنا التسبيد ما عندناش اختي. نيشان عطيو بالعصير. داكشي تاع الصغريت كنديروها في العراس حنايا، شي صلاه وسلام مع في العراس، اما الا كانت شي حاجه ما كاينه التصرفيق. شوفي تبارك الله. مليك مليك محمد السادس معلفنا مزيان، هاتي شوفي تبارك الله. انا راه تبارك الله صغيره، راه فيا متر و50 ولكن ايديا تبارك الله راه فيهم، عرفتي نصرفقك. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اين انتم يا كراغيل؟ اشتقنا لكم، هيا بنا الى المونديال. اليوم الاخوه غادي نشوفوا مغربيه مشهوره في تيك توك تعطي درس لجزائريه. باش كنقول لكم اللي كان في اي منصه في اي موقع في اي بلاصه في اي حاجه يدافع على بلاده، يعطي صوره زوينه على بلاده. غادي نشوفوا هذه المغربيه، لكن قبل من هادشي نشوفوا لي فيديو اللي صيفطتو لنا اولا، وقبل من هادشي كامل هبط ابونا اللي ما ابونيش، يلا دفعوا هاد الرويضه، دفعوا هاد لاشين باش توصل ل 100 كا، ما بقى ليها والو، شويه دفع لا وتوصل. يلا ها اول فيديو على غير يومنا العياش غير يومنا، مناش غير منكم، ما بقاوش الطوابير الاخوان، ولات البجعة دابا العصا البنية الكما. شوف كوي دابا كيسبكو بالحلول، كوي كيسبكو بالحلول، نيشا نغيرو منكم بالطوابير والجوع والنوع، باش نغيرو منكم بلاش. دوزو الفيديو اخر. شو تبارك الله على المغرب، شكون مدينة هادي الاخوان؟ شكي سنة طنجة لا ولا كازا ولا الرباط ولا اكادير؟ لي كومونتير عطيونا شمن مدينة هادي. تبارك الله المغرب، المغرب زاد للقدام، المغرب زاد للقدام. دوزو الفيديو اخر. كيهزو الراية المغربية وكيشوفو الراية المغربية، كيقول على زياش وفاتي جمالي هو الراية المغربية، ونتي اشنو هزيتي؟ دوزو الفيديو اخر اخوان. كي باغا تدي لهم القفطان هذاك شي يسعاو في المغرب؟ هان علي ابليس اصاحبتي، حتى البسطيلة رجحتو هاد الزيرية من الاخر. اويلي حنا عندنا البوراك، بوراك عنابي، بوراك ديال اللحم، اختي وما عندها بسطيله نعلو بليس. تقول الله في انفسكم، الله يهديكم. ليش انا هاد الجزائري كتقول الصراحه؟ كيفاش راني حاقره الجزائر؟ حبسي حبسي دوك، انا تجي شي مغربيه عندي لللايف ايا وتقول لي كوكي الكراكول اللي كنتي لابسه في عرس خوك هذاك المغربي. عرفتي شكون الكراكول؟ الكراكول هو داك اللي كيتعلق هكاك الكتاف، ما كيكونوش الكتاف في بلاصه، يعني كيفاش غادي نشرحها لكم؟ الفزاعه ديال واش كيجريو على الطيور باش ما ياكلوش الغله، ديك الفزاعه هكاك راه دوزتها في الفيديو في لاشين الرسميه، دخلوا تشوفوا ديك الفزاعه. قال لك كراكول تكتبوا فيه لي السرقه ما يسرقوا حد. نعرش لها كراكول تاعنا، كيما دوكا انت الجزائريه تجي تقولي لي القفطان الجزائري، هان علي بالك عندكم شي حاجه تشبه له؟ عندك شي لبسه تشبه داك القفطان؟ هي اصلا مروكيه ماشي جزائري. لا خويا ابا عن جدا قلبا وقليبا جزائرية خويا، وفحله ونشهد بالحق ونقرص كي النحله. خلوا للناس عاداتها، خلوا للناس تقاليدها، وحنا عندنا عاداتنا عندنا تقاليدنا. دوك تجي انا مغربيه تقول لي كوكي مثوم مغربي مثوم، اقسم بالله غير عريت لها وحق النسخه. ها غير عريت لها موت بريف.
نوري لها تزوج بيها. تي دوكا تجي تقولي البسطيله تاع الجزائر. ضحكات عليهم. حنا ماناش نفتنا، وحنا رانا نفرقوا بين الصح وبين الباطل، لانه الجزائر بلادي وراه ما فوتهاش. راكي تقطعي لي طرف من قلبي، انا ما نفوتش الجزائر وما نفوتش بنات الجزائر ولا الجزائر، راه هذوك هما دمي اصلي. ولك اختي شهدوا بالحق، اشهدوا بالحق، لا اله الا الله. نعلو بليس الناس ديتو لهم الزليج، ديتو له ديتو لهم القبطان، واش خليتو المغاربه حامبوكم؟ حاجه اللي جبدوها يقولهم تاعنا. قراي التاريخ، الله ينعل داك التاريخ المزور السكتية. التاريخ المزور انا ما نسحقهاش، انا نسحق انا نشهد. نعلو بليس عندهم عاداتهم وتقاليدهم، جدود جدودهم. يا حتى كي تروحي تشوفي الافلام، اقولها كريم واش نصح ولا، كي تشوفي الافلام ديال بكري بكري بكري، قبل ما تزيد امك وقبل ما يزيد بابك وقبل ما تزيد جداك العوره، تلقاي المغاربه لابسين بكري بكري، كانوا يلبسوا غير التكشيطه، حنا نقولها التكشيطه القفطان، وسامبل بقاو يحزموا عليه. قلت لك انا حركيه، كي يولي تقول الحق يولي يقولوا عليك جاسوسه، يولي يقولوا عليك حركيه، يولي يقولوا عليك شياته. تقول راك تهدر لهم على فرنسا، كون قلت لهم فرنسا هذا تعرف والله ما يقولوا عليك شي حاجه، قسما بالله يساندوا الصهاينه وما يساندوش خاوتهم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ كي تحنا في الجزائر انا ندخلوا قفاطن ونلبسوهم بالصح تاع المغرب. كي تروحي حتى للمارشي للسوق، اقسم بالله ما نكذب عليك، كي تروحي للمارشي للسوق يقول لك هذا القفطان تاع المغرب، يعني ما عندوش اسم باللي قفطان جزائري. انت حسيتيهم في قفطان؟ هذاك شيء يسعاهم خالق، هذاك شيء عندهم. انت حسيتيهم في قفطان؟ يا رب، قفطان وجلابه معروفين في العالم العربي مغربيا، هذا شو حسيتيهم؟ انت عندك 77000 77000 لبسه و7 حجين وقعد تحكموا. عندنا البلوزه الوهرانيه، عندنا الفرقانيه، عندنا القسنطينيه، عندنا التلمساني، عندنا الشده، عندنا الورده، عندنا الكراكون المفتوح الكراكون المغلوق. انت حسيتيهم غير في القفطان تقولوا تاعنا ثاني حبوك. ندوزوا الفيديو اخر الاخوان غياو ها باش تنقيو سنانكم. عمرني ما قلت لشي واحد، ولكن انت تستاهلي. سمعت المغربي، لا تاخذي الصحراء المغربيه، مغربيه وموتي بالسم، تموتي بالسم، تبقاي تكردي 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 حتى تموتي تما كاينه، وبقاي هنا تنبحي بحال الكلبه. عا الكلاب اللي كيبقاو يتنابحوا، الكلب النباح اختي راه ما كيعطش، وحنا اختي راه ما كنغوتوش، حنايا كننفذوا، حنايا عندنا التفيد ما عندناش اختي. نيشان عطيو بالعصير داكشي تاع الصغريت كنديروها في العراس حنايا، شي صلاه وسلام في العراس، اما الا كانت شي حاجه ما كاينه تصرفيق. شوفي تبارك الله. مليك مليك محمد السادس معلفنا مزيان، هاتي شوفي تبارك الله. انا راه تبارك الله صغيره، راه فيا متر 50 ولكن ايديا تبارك الله راه فيهم، عرفتي نصرفقك، عرفتي نصرفقتك والله اختي ما تباني. حنايا تبارك الله كنبانو لك صغار في الهيئه، ولكن تبارك الله الصحراء المغربيه وموتي بالسم، وبقاي تفرقعي تما وتفرجي فيا، وجيبي قبيلتك وجيبي طاسيتك وجيبي عائلتك وجيبي قصيره اختي موتي. ها منين تدخلي وها منين تخرجي، ها منين تدخلي ها منين تخرجي. راه هادشي اللي صلاح بحال الكراغله، راه الكراغله كل ما كتحترمهم كيزيدوا يتنفخوا عليك، ما خصكش تحترمهم، خصك تنزل لهم الفوق الراس باش يتكمشوا يقصوا الارض. الاخوان وصلنا اخر الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغله، السلام عليكم.